أسعد الله أوقاتكم زهور الأشرفية. حبايب اليوم رح نحكي بدرسنا عن تنسيق الصفحة. بداية بدي أحكي عن هوامش الصفحات. أنا شرحت بالدرس الأول بأنه في هناك جزء من أجزاء النافذة الأساسية لبرمجية معالج النصوص تدعى المسطرة، وهي لبيان وتحديد الهوامش الصفحات. حكينا في عنا مسطرة أفقية وفي عنا مسطرة عمودية. خلينا نشرح أكثر. مثلا أنا بدي أكتب هاي عبارة: السلام عليكم. ما معنى الهوامش؟ الهوامش هي المسافة الفارغة. يعني في عنا هون هامش يمين، في عنا هون هامش يسار، في عنا هون هامش أعلى، وعنا تحت يمس هامش أسفل. هاي الهوامش إحنا ما بنكتب فيها. وأكبر دليل، أنتوا لما هلا تمسكوا الدفتر وتبلشوا تكتبوا بالدفتر بتسطروا، فما بتكتبوا على هاي الهوامش، بتكون فاضية ونتركها. طيب كيف ببرنامج معالج النصوص إحنا بنتحكم بهاي الهوامش؟ إما بنروح على المسطرة، هي الموجودة هون، بنضغط بمؤشر الفأرة على المقبض الموجود على المسطرة، بننقر بزر الفأرة وما بنتركها، ونحدد الهامش المسافة اللي إحنا اللي بدنا نتركها. هاي شوفوا كيف إحنا عم نحدد الهامش. إذن هاي شوفوا كيف إحنا عم نحدد الهامش يمس. شوفوا المسافة اللي أنا تركتها، هاي المسافة اللي هون باليمين. خليني مثلا أنا أكمل طباعة. لاحظوا إنه لحد معين ما بيكمل. ليش؟ لأنه هون أنا محدد الهامش إنه ما أكتب فيه. بروح كيف بدي مثلا أزيدها أو أقللها؟ هاي بالمسطرة الأفقية في هون هامش يمين وفي هون هامش يسار، في هون مقبض، بنقر عليها بزر الفأر وما بترك ما بترك زر، يعني ما بترك الفأر من إيدي، وبحدد شو المسافة اللي أنا أسمح أقلل، يعني أزيدها أو أقللها. أما بالنسبة للمسطرة العمودية، هلا أنا هون في مسافة هون فوق ما بقدر أكتب. في هون عنا بالمسطرة في هيك جزء ملون، أنا بضغط عليه بمؤشر الفأرة وما بتركه، وضلني هيني بحدد قديش إني أنا أترك مسافة عشان مسافة للهامش العلوي. وبنفس الطريقة يمس تحت هون هون بالجزء الملون بضع مؤشر الفأرة. بلاحظ إنه هون، لاحظوا إنه هون المؤشر تغير شكله، صار سهم برأس نعي، بنقل بزر الفأرة وما بتركه، وبلاحظ كيف إني أنا بحدد الهامش. طيب في طريقة تانية كمان، إنه إحنا يمس إذا بدنا نحدد هوامش، يعني بدنا نخصص هاي الهوامش ويكون في يعني مثلا نحدد أرقام معينة وأرقام دقيقة، في عنا بنروح على تبويب تخطيط الصفحة. تبويب اللي هو إحنا حكينا عنه جزء من أجزاء النافذة الرئيسية اللي هو لايوت، تبويب لايوت. لما بننقر على تبويب لايوت بنروح على هون يمس ميرجن اللي هي الهوامش. لاحظوا هيها، هي شكلها، بنضغط عليها من ثم نختار ماذا؟ هوامش مخصصة، اللي هي كوستوم ميرجنز، اللي هي هوامش مخصصة. بعد ما نضغط عليها يمس شو بصير؟ هون بيظهر لي صندوق، صندوق الهوامش عشان أنا أحدد الأرقام. بدي إياكم تلاحظوا هون هيها، هيها ميرجن، هي في عنا هون توب أعلى، في عنا هون بوتوم أسفل، وفي عنا هون ليفت يمين ليفت يسار، وفي عنا هون رايت يمين. هون أنا بقدر أغير الأرقام، يعني أنا بقدر هون مثلا أغير الأرقام اللي بدي إياها بدل ما أستخدم المسطرة. ومن ثم شو بختار؟ بختار اوكي. لاحظوا اني انا بس غيرت الارقام، هي اختلفت هون المسافة واختلفت هون المسافة الفارغة، ومن الاعلى وايضا من الاسفل. هلا بعد ما حكينا عن الهوامش بدنا نحكي عن اتجاه الصفحة. في عنا نوعين، في عنا اتجاه عمودي وفي عنا اتجاه افقي. كيف انا بقدر اغير هاي الصفحة؟ اخليها عمودية او اخليها افقية؟ طريقة كتير سهلة، بروح على تبويب، اسم التبويب لايوت اللي هو تخطيط الصفحة،
ومن ثم بختار اتجاه الصفحة. اتجاه الصفحة هي هالأداة، ركزوا بشكلها اسمها orientation. شو يعني اتجاه الصفحة؟ بضغط عليها، في عندي هون أفقي، هيها في هون عندي هون في عندي عمودي، وهون في عندي أفقي. خلينا نختار عمودي، عمودي زي ما احنا شايفين. طب لو اخترنا أفقي، لاحظوا كيف اختلفت، صارت بالعرض. إذا بنروح على layout اللي هي تبويب التخطيط، ومن ثم orientation اللي هي اتجاه الصفحة، بنضغط عليها، إما بنختار عمودي أو بنختار أفقي، وأنا دائما بفضل العمودي. تمام، هلا بعد ما خلصنا اتجاه الصفحة بدنا نحكي عن ترقيم الصفحات. هل نستطيع إنه إحنا نرقم الصفحات في برنامج وورد؟ نعم نستطيع. كيف؟ بنروح على تبويب اسمه insert، تبويب اسمه insert. بعد ما نروح على تبويب insert شو بنختار؟ بنختار رقم الصفحة. إذا من تبويب insert يا مس بنختار رقم الصفحة، هيها page number رقم الصفحة. بنقر على السهم، بحكي لي بدك إياها top of page يعني بالأعلى، ولا bottom بالأسفل، ولا اختار انت اللي بدك اياه. يعني بعطيك هون خيارات عدة، واكثر خيار احنا رح نستخدمه اللي هو التوب والبوتوم اسفل. خلينا نجرب اعلى صفحة، هيني اخترت اعلى صفحة، اعطاني عدة اشكال، خليني اختار الشكل الاول. وهي مثل ما لاحظنا يا مس بانه رقم الصفحة رقم واحد. ولو احنا اخترنا كمان صفحات تانية، مثلا هي صار في عنا صفحة تانية، تلقائيا هو بيرقم لنا الصفحات. بهيك يا مس احنا بنكون انهينا درسنا لهاليوم. نلقاكم في الحصة المقبلة.